بيشاركنا، ضحى كلنا ايد واحده. قاموا السنين قام للحكم بعد ثوره، ضحى بيها شباب وقال لك هنطبق الثوره والعداله الاجتماعيه. طب حد يقول لي شايف العداله الاجتماعيه؟ حد شاف ثوره اتحققت؟ مين اللي كان مين المستفيد من 10%؟ بيقول لك عشان الكهرباء. راضي يا راضي. ده الوحيد، ده الحل الوحيد لفصل الكهرباء؟ تقفل المحلات؟ طب ما تقفل تكييفات البغوات اللي فوق.